يقول السائل: إذا كان الإمام يبدأ في الصورة بعد الفاتحة مباشرة، فهل على المأموم قراءة الفاتحة؟ ليس عليه قراءة الفاتحة، ليس على المأموم قراءة الفاتحة والإمام يجهر بالقراءة، بل على المأموم أن يستمع قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتكفي قراءة الإمام للفاتحة، تكفي قراءة الإمام لك وله. وإذا قلت آمين فقد أمنت على الفاتحة وسمعتها، فهذا يكفي. لكن إذا كان هناك فرصة تقرأ الفاتحة في سكوت الإمام تقرأها، أما إذا لم يكن هناك فرصة والإمام يشرع في القراءة بعد الفاتحة مباشرة، فعليك الاستماع للإمام.